السلام عليكم إخواني، أسعد الله صباحكم بكل خير. في يعني عادة أنا أعملها كل خريف أو نهاية خريف بعد الفرز، أبدأ إني أنا أقيم الإطارات وأبدأ إني أنا أتخلص من الإطارات القديمة اللي زيدي مثلا أو زيدي، هذه خلاص يبدأ إن الواحد يتخلص منها ويبدأ بإطارات جديدة. طبعا الإطارات النظيفة اللي لسه جديدة يعني بإمكاننا نستخدمها، هذه لا، هذه نحطها في الفريزر، نربطها في كيس ونحطهم نصفهم في الفريزر للتخلص من عتة الشم. فالشغلانة يعني بعض الأحيان تكون متعبة ولكن لابد منها. كل الإطارات اللي انفرزت لدينا إن إحنا نخزنهم في الفريزر، والإطارات اللي خلاص بدت إنها تكون قديمة نبدأ ان احنا نتخلص منها. فهذه بعض الاطارات الشمع لإعادة التدوير، فنبدأ نتخلص من الاطارات القديمة، وهذا امر لابد منه علشان يكون كل الاطارات الموجودة داخل الخلية هما اطارات نظيفة. وبكل سنة نعمل هذه التصفية، نتخلص من الإطارات القديمة ونركب إطارات جديدة. حياكم الله.